الهدوء سيد المكان، ما بتسمع غير صوت الريح في وادي معروف بطبيعته القاسية وظروف الحياة شبه مستحيلة، ومن هون بتبلش رحلتنا. درجات حرارة عالية، جفاف. هاي هيك عقدنا معلم العقدة، وبسم الله توكلنا على الله. ما في تغطية لأي شبكة اتصال، والضياع فيه بعني إشي واحد، الموت. واسمه وادي الموت، Death Valley. وهي النبرات. وجهنا الآن على وادي الموت. على امتداد أكثر من 3 مليون فدان بين ولاية نيفادا ولاية كاليفورنيا، موجود وادي الموت. آخر محطة بنزين بقدر نعبي منها، بعد هيك ببلش وادي الموت اللي هو الديث فالي. كلها منطقة مقطوعة، يعني ما فيها أنواع محطات بنزين. حتى توصل لوادي الموت من الجهة اللي جيت منها هنا، لازم تمر في الطريق الجبلية هاي. والطريق الجبلية هاي بصراحة من أخطر الطرق اللي بشوفها في حياتي. ما حدا يجي الطريق هاي إلا لما يكون معك 4x4. ما بتقدر تطلع الطريق هاي بسيارة عادية. المنطقة هاي مليانة غزلان، مش بس غزلان ودببة كمان. إذا مريت في المنطقة هاي لا تطلع من السيارة إلا لما تكون مسلح، لأن هاي المنطقة برية مليانة كلها حيوانات برية ودببة، خاصة يعني من بين الأشجار ما بتعرف إنه شو راح يطلع لك. هاي يا أخوان قدامنا هيك وادي الموت، Death Valley. راح نعبر الوادي، بس قدامنا تحدي قبل ما نعبر الوادي اللي هو الجبال هاي. لازم ندخل في الجبال هاي ونلف من وراها وننزل نزول على الوادي، وبعدين نرد نرجع إن شاء الله. أخطر طريق بصراحة بمر فيه في حياتي. ما في إشي بينك وبين الوادي، والمشكلة مش الوادي، المشكلة كمان عندك الحجار اللي بتوقع من هون. ما في بينك وبين الوادي غير هذا بس، حاجز. مش أي وادي، شوف كيف الوادي. بعدين هاي الصخر كله هذا بوقع من فوق، يعني احتمال في أي لحظة الصخر هذا كله ينزل.
شايفين الطريق قديش خطرة. هون ما في شي بينك وبين الوادي. هذا كله صخر معلق. هي لحظة هذا بنهار. ومن هون يا اخوان ببلش وادي الموت. عشان على مرتفع وبطلع على وادي بصراحة سرعة الهواء وقوة الهواء وبرود الهواء ما بتقدر توقف أكثر من دقيقة. هذا المرتفع يا أخوان مطلع على وادي الموت، بس لسه ما دخلنا على نص الوادي. هواء قوي هيك مع برودة. وصلنا الآن على بادري كراولي بوينت، وهون بيتم تدريب سلاح الجو الأمريكي على مناورات الطيران. وبادري كراولي بوينت هو وادي بين منحدرين مطل مباشرة على وادي الموت. وبسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة هاي بيستغلوا سلاح الجو الأمريكي للتدريب، محاكاة لمناورات على أرض الواقع. وإذا حابب تشوف عرض عسكري مجاني تعال قبل الساعة 10 لتشوف عرض لسلاح الجو الأمريكي في المنطقة هاي، بس احنا اليوم جينا متأخرين عشان هيك ما قدرنا نشوف العرض. دخلنا يا اخوان في عاصفة رملية. زيارة وادي الموت يا اخوان هي مغامرة، حلو الواحد يغامرها يعني بصراحة بتستاهل المغامرة، لانك بتشوف شغلات هون ما عمرك شفتها في حياتك. يعني بتشوف تضاريس وطبيعة يعني بصراحة اشي خيالي، يعني ما بتشوفه غير في افلام الخيال العلمي. لما تفكر تيجي على وادي الموت لازم تكون ماخذ احتياطاتك، ولازم تكون معاك سيارة 4x4 اذا جايب سيارة، ولازم يكون معاك جميع الاحتياطات، بنزين، خلينا نحكي اكل، مية، اقل اشي خلينا نقول لمدة يومين. يعني لا سمح الله صار معك اشي يكون معك اشي اللي نجيك ليومين ثلاث، لانه لا سمح الله يعني الواحد اذا انقطع هنا يعني راحت عليه. ما في شبكة، يعني شوف قديش اللي انا هنا ما شفتش ولا سيارة مرت. وممكن تقعد يومين وثلاثة، يعني الظروف اذا كانت يعني خلينا نقول الظروف الجوية سيئة ممكن ما حدا يجي للوادي. وراح تصفي وين انت يا معلم؟ في وادي الموت يا اخوان في اسرار طبيعة لحد الان العلماء ما اكتشفوها. يعني في منطقة فيها أحجار بتدحرج ووراها عاملة زي ما تحكي زي الخط المكان اللي جت منه. لحد الآن العلماء ما بعرفوا كيف الأحجار هاي وصلت لهناك. الله السيارة تبهدلت. عبور الوادي بسيارة عادية عبارة عن انتحار، لازم يكون معك 4x4. تشوف قديش يعني بعيد المسافة، بدك حوالي تقريبا ساعة ونص ساعتين لحتى تطلع من المنطقة هاي. لا سمح الله الواحد إذا انقطع في المنطقة هاي خلص يعني يعتبر أنه يعني شبه خلينا نقول 80% نهاية.
لأنه ما في شبكة هون وممكن ما حدا يمر لمدة أيام. فعشان أنت تكون بالسيف سايد لازم يكون معك جميع الاحتياطات، معك بنزين زيادة، سيارة 4x4، ومعك أكل ومعك مي. لا سمح الله صار معك إشي بكون مجهز حالك لمدة يومين خلينا نحكي على الأقل، تمام، عشان تكون بالسيف سايد. وادي الموت يا أخوان مش بس المنطقة هاي، في أماكن كثير ممكن تزورها في وادي الموت ديث فالي، وراح أحطها إن شاء الله كلياتها في صندوق الوصف. وإذا عجبك الفيديو حط لنا إعجاب ومتابعة للقناة، فعل لي زر الجرس لأنه في كمان إن شاء الله مغامرات كثير جاية على الطريق، ونشوفكم في فيديو ثاني. سلام.